هل انت شايف ان طاقة الشاب مهما كانت وظيفته كبيرة تخليه يقدر يتحمل تكاليف الجواز كلها كده من مجاميعها؟ مستحيل، وبقولها لك بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ان الشاب النهاردة يقدر ان هو يقوم ببيت ويجيب شقة ويوضبها ويبدا ان هو يفرشها بالكامل، ده شيء صعب جدا. اولا انا مش ضد الشرع طبعا، لاني انا ايش اكون عشان اكون ضد الشرع، ولكن العرف الموجود اللي ماشي بقاله دلوقتي عشرات السنين في مصر ان اهل العروسه بيشاركوا نتيجه بعض الطلبات اللي برضو بيطلبها اهل العروسه. يعني خليني اشرح لك. بنت خالتها جالها طقم ابسون، مش عارف اصلي جالها مذهب، اصلي مش عارف جالها انتريو، جالها مش عارف صالون، لا اصلي جالها اوضه النوم زي ما قال في التلفزيون ست مراتب، فانت لازم تجيب لها مش عارف اوضه النوم، ولازم تجيب اوضه الاطفال اللي هم اوريدي اصلا مستواهم الاجتماعي يسمح بدايه برضو يا محمد. يعني جميل جدا، لكن ما اقدرش ان انا امسكك اقول لك هات لي شقه اربع اوض، افرش لي اربع اوض، هات لي الاجهزه، هات لي النجف مش عارف منين، هات لي الستاير منين، هات لي السجاجيد منين. الشرع ما قالش كده، الشرع قال لو هو فعلا اهو دار الافتاء، ما هو ما انا جاي لك اهو، هو دار الافتاء قالت يا تجيب لها العفش من دمياط يا ما تجيبش عفش. لا ما حددتش نجيب العفش، لحظه واحده اهو، ان هو ملزم. ملزم بايه؟ حسب ظروفه. بما بالظبط، حسب ظروفه، حسب ظروفه. لكن انت النهارده عايز تعيش بنتك في مستوى مش اقل من بنت خالتها ولا بنت عمتها ولا بنت الجيران. طيب امتى هتعيشها في المستوى ده؟ انت قدرت تعيشه لها اصلا بعد 30 سنه شغل كراجل كبير وكراجل محترم اب، وتقدر انت تصرف على بيتك. طيب لكن انت يعني موافق في سنه كان صعب، بس عايزه انت موافق انه الراجل يتحمل كل تكاليف الجواز؟ لا طبعا، لان هنقابل نسبه عنوسه ملهاش حل.